بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخت المعتقلين إلياس وعبد العزيز فيصل، فمنذ اعتقال إلياس لم يتلقى العلاج اللازم لكسر الذي برجله، من حيث أصيب بالكسر بالرجل قبل اعتقاله، مما تسبب له آلام بالرجل لعدم تلقيه العلاج. وأما بالنسبة إلى عبد العزيز فهو مصاب في عينه بالشوزن، ولم يتم متابعة علاجه منذ اعتقاله، مما سبب له عدم الرؤية في عينه وساء النظر لديه، وأيضا يعاني من تشنجات مستمرة بين فترة وفترة، مما يهدد حياته داخل السجون. وأطلب منكم التحرك من أجل إخوان المعتقلين ومن أجل جميع المعتقلين، وشكراً.